بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبدأ في أول lecture من بعد الميد تيرم. وانتوا بتشوفوا الفيديوز هتلاقوا lecture 4 مش موجودة. أنا كنت قلت وهقول تاني للمرة المليون، lecture 4 كان كلها كود، فأنا مش هشرح أكواد خالص. lecture 7 كانت اللي هي اللي قبل الميد تيرم، الدكتور قعد يحل فيها مسائل يعني ويراجع حاجة كده ملهاش لازمة. دلوقتي بقى احنا هنبدأ في ايه عشان بس الناس يعني ما تتخضش، هتكون lecture 8. طيب نبدأ lecture 8 دلوقتي. كل اللي قبل الميد ترم ده كوم، واللي بعد الميد ترم كوم تاني. نص الامتحان او يمكن تلات ارباعه هيكون من بعد الميد ترم. سو الناس لازم تجيب المحاضرات مكتوبة من بعد الميد تيرم، لازم 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 لازم. الفيديوز من اول هنا مش هتبقى كفاية، الفيديوز هتبقى كل دورها ان انت تفهم الاساس وبس. صدقوني لازم تجيبوا المحاضرات عشان الكلام يكون مكتوب. كل اللي انا بعمله بالظبط من اول المحاضرة دي او الفيديو ده لو كملنا اصلا عن المنظر اللي احنا بنشوفه في المحاضرات، انت تسمع الفيديو في ودانك وعينك في ورق المحاضرات. I don't care انتوا جيبوهم منين، بس انتوا لازم تجيبوا ورق المحاضرات. اللهم بلغت اللهم فشل. طيب ايه بقى الموضوع الجديد؟ كنا احنا في الاول قلنا ان الفيزيك elements بتاعت الاشكال، او مش فاكره كان الراسترايزيشن تقريبا، اللي هو التكست والبولي لاين اللي هما البوليجونز والفيلد ريجن والراستر ايمج والحاجات دي. يبقى واحنا خلصنا البولي لاين، يبقى دلوقتي هنتكلم في ايه؟ هنتكلم في الجديد اللي هو الفيلد ريجن، او بطريقة تانية عشان بس الناس اللي بتحفظ، فيلينج ريجن. يعني عندك كلوزد بوليجون او منطقة وبتملاها. طبعا هنمليها ازاي؟ يبقى هنمليها بكالر. طيب ده هيوديني لحاجة تانية، ان انا عندي نوعين من الفيلد ريجن. تمام سوري بقى مش مهم. اول نوع منه اللي هو اسمه باوندري بيست. يعني ايه باوندري بيست؟ يعني شكل ليه حدود. باوندري يعني حدود، زي مثلا سكوير او ريكتانجل او سو اون، وانا بملاه. بمعنى تاني هو اسمه area bounded. تمام. وعندي النوع التاني اللي هو ايه؟ اللي هو seed filling. seed بصوا من اسمها بذر او يعني نبتة او حاجة من دي. يبقى انا هنا طبعا انا اصغر وحدة عندي بمني بيها اللي هي ايه؟ اللي هي البكسلز، صح كده؟ يبقى هنا هيكون الفيلنج بتاعي بايه؟ بالباكسلز. يبقى قصده هو يعني كله بالباكسلز، بس هو قصده بالسيد يعني بير باكسل، بعمل بالباكسل الواحد. وده كله هنفهمه بالتفصيل دلوقتي. طيب كنا قلنا كمان ان احنا لما بنيجي نعمل فيلنج بنعمل فيلنج بايه؟ فيلنج ويز كولر، زي ما انا قلت في اول الفيديو. طيب لحد كده الدنيا كويسه. ندخل بقى لخبطة سنة بسيطة، أو هي يعني إن شاء الله الفيديو مش هخلي فيها لخبطة. الباوندري بيست ده عندي فيه أو يعني هشتغل فيه على حاجتين. أول حاجة أو أول نوع سوري هيكون السامبل كونفكس بوليجون. وتاني نوع example concave polygon. بمناسبة الconvex والconcave يا جماعة، اللي ما كانش شاف فيديو lecture 2 تقريبا او lecture 1، معلش انا كنت ملخبطة في الفيديو ما بين الconvex والconcave. يعني اللي انا شرحته في الconcave ده بتاع الconvex، واللي انا شرحته في الconvex ده بتاع الconcave، عشان بس الناس اللي ما كانتش دخلت في ميد ترم وشافت التصحيح ده. ولو دورتوا شوية على الجروب يعني هتلاقوا التصحيح بتاعه. طيب نرجع بقى لموضوعنا. يبقى انا هشتغل في الconvex او الconcave. نفتكر بس سريعا كده شكل ده وشكل ده. أه
الكونفكس كان عامل ازاي؟ كان اللي هو شكل مقفول، لو عملت اي تقاطع من جوه يعني النقطة هتبقى كلها جوه، لكن الكونكيف اللي هو كده مثلا، فلو عملت خط كده كله جوه، انما لو عملت خط كده انا عندي النقط دي ايه بره. تمام، طيب لحد كده الدنيا كويسة. عندي بقى هنا خطوتين مهمين جدا 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 لما اجي اشتغل. ايه هما الخطوتين دول؟ ان انا اول حاجة بجيب الباوندريز اللي هي الحدود بتاعتي. طيب هجيب الباوندريز دي ازاي؟ عن طريق حاجتين. خلينا بقى بالأسرع. اول حاجة منهم الرو فيل، وتاني حاجة الكولوم فيل. ايه بقى الكلام الحلو ده؟ هنشوف دلوقتي ايه الكلام ده، بس والنبي نركز عشان دي فيها لخبطة. وتاني خطوة، او يعني تاني مطلوب عندي، بعمل حاجة اسمها جاب لست. ايه بقى الرغي ده كله؟ هنقول دلوقتي ايه الرغي ده كله. هنجيب دي بس كده اهوت، عشان دي ايه حوار حوار. هنا لو انا مثلا عندي الرسمة دي كده اهو كده، دوت الواي بتاعي ودوت الاكس بتاعي. تمام، طيب رو فيل، رو يعني صف، صح؟ يعني انا شغالة ازاي؟ هجيب مثلا اللون ده اهو، ده الصف، صح كده؟ طيب تمام، انا هملي الصف دلوقتي. كنا زمان انا قلت لكم فوق وتحت يبقى بشتغل على الواي اكسس، يمين شمال يبقى بشتغل على الاكس اكسس. سيبوكوا بقى من الكلام ده دلوقتي، احنا دلوقتي في حاجة جديدة. احنا هنا بعمل رو، صح؟ ادي صف. طيب هملي الصف لو انا مثلا، استنوا كده، مثلا انا عندي الشكل دوت، حلو؟ طيب وعايزه امليه عن طريق ملي الصفوف اللي هي الرو. همليه ازاي؟ مش صف ورا صف ورا صف ورا صف ورا صف ورا صف لحد ما ايه، مملي كله، صح؟ طيب في الصفوف دي انا مكاني في الاكس ثابت، صح كده؟ لكن كل ما بطلع لفوق واملي فانا بزيد في مكان مين؟ في الواي. يبقى انا اللي يهمني اولا هو الواي بعدين الاكس. يبقى ايه اللي يهمني؟ هعملها بالاخضر، واي فيرست ذن اكس. تمام كده، او بمعنى تاني الواي برايمري والاكس سكندري. تمام، طيب نفس الحوار بالظبط، هجيب تاني اهي، او نمسح هنا وخلاص بدل ما اعيد تاني اهي. تمام، وادي الشكل بتاعي برضو. احنا شرحنا يعني ايه رو فيل، دلوقتي انا هشرح يعني ايه كولوم فيل. كولوم يعني ايه؟ يعني عمود، صح؟ يعني عمود عايز املي بالطريقة بتاعت العمود، يبقى عمود وعمود وعمود واملي وعمود اهو، عمدان كتير. طيب في العمدان دي انا بتحرك في مين؟ انا ماشية كده اهو، عمود 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 عمود، شايفين؟ انا ماشية كده اهو، يبقى ماشية كده، يبقى انا بتحرك في مين؟ بتحرك في الاكس. يبقى مين اللي يهمني الاول؟ الاكس. يبقى زي ما عملنا هنيجي هنا، يبقى انا في الكولوم مين اللي هممني؟ هنرسم دي كده زين واي، او الاكس برايمري والواي سكندري. تمام، طيب ناخد كده ايه هنا برضو مسألة كده على السريع عشان نبقى لضمنا كل الفكرة في بعضيها اهو. مثلا يعني ايه بقى عشان اطبق الكلام اللي انا بقوله ده؟ عندي مثلا جاب لي شكل، الشكل ده احداثياته بتقول ايه؟ واحد واتنين وبعدين اتنين وواحد
بعدين 1 و4، بعدين 3 و1، وبعدين 5 ادي كده المسألة بتاعتي. حلو كده، زي الفل. طيب يا بس اسود، عشان ايه الموضوع صعب كده. وبيقول لي اعملي لي روفل وكولومفل. الروفل، مش انا قلت بهتم دلوقتي بالواي بعدين الاكس، يبقى هرتبهم بالترتيب. دلوقتي ادي الواي هنا باتنين، انا هعمل اهو الصورة بتاعتي زي ما اتعودنا. انا شغالة على مين دلوقتي؟ على الواي. مين اصغر واي عندي؟ 1. طب انا عندي 2 فيهم 1، يعني 2 و1 و3 و1. ابتدي بقى ارتبها بترتيب الاكس من الصغير للكبير. يعني دلوقتي هقوم قايله مش الاتنين اصغر من 3، يبقى 2 و1 وايه و3 و1. انتي مالك بالاكس؟ ما هو عشان عندي الواي متشابهه. يبقى كده خلصنا الوحايد. بعديها على طول مين؟ الاتنين، برضو نفس المشكله عندي، الاتنين هنا واتنين هنا، يبقى هقارن بالاكس. يبقى هروح قايله 1 و2 عشان 1 اصغر من 5، وبعدين 5 و2. اتبقى لي مين؟ ادي 1 والاتنين خلصت، الاربعة اللي هي مين؟ 1 و4. يبقى انا الاول بهتم اني ارتب الواي، لو طلع عندي متشابهين هبتدي اتجه للاكس بتاعت الواي المتشابهة دي واحط الاقل. بعدين هاجي هنا الكولوم، مثلا نعملها بالأسف الكولوم. يبقى أنا بهتم بمين؟ بالإكس. يبقى هروح للإكس، عندي هنا 1 2 1 3 5. يبقى همسك الوحايد هنا، عندي 2 فيهم 1، 1 و2 و1 و4. هتجه بقى للواي اللي هي العكس، يعني مين الأصغر، الاتنين ولا الأربعة؟ الاتنين. يبقى هحط 1 2، بعدين 1 و4. تمام، اتبقى 2 و3 و5. خلاص هما كده، هم 2 و1، وبعدين 3 و1، وبعدين 5 و2. تمام، يبقى انا عملت دلوقتي رو فيل وكولوم فيل وفهمتهم الحمد لله. الكلام ده بقى ممكن الدكتور يجيبه فين؟ يجيبه في حاجة جميلة وحلوة كده، نعملها بالاحمر عشان تبقى باينة. رايت بروجرام، معنى كده ان هي ليها كود. تجيبوه اهو من الليكتشر، أو تصوروه من حد ناقل المحاضرة. أديني قلت في أول الفيديو وبعدين كتبتها عشان محدش إيه يقول إن الكلام ده جديد. بصوا أديني عمالة ألعب بيها أهي وأحوط فيها. تمام، طيب دلوقتي بقى إحنا كنا نسينا، أو مش نسينا يعني، كنا بنشرح في اللي فوق وما جبناش سيرة مين؟ الجاب ليست. طيب ايه بقى حوار الجاب ليست الحلوة الجميلة دي؟ الجاب ليست دي دلوقتي لو انا عندي، مش احنا قلنا هنشتغل مرة كونفكس ومرة كونكيف؟ بصوا في الكونفكس احنا بنجيب الباوندريز بس، هنجيب الجاب ليست دي في حالة، هقولها بس كمان شوية بعد ما اشرح الجاب ليست. دلوقتي انا عندي اهو مثلا كده، هو خلينا ايه في سيمبل خالص، ده كده كونفكس. تمام، طيب انا وانا باجي ارسم، مش احنا قلنا هنعمل باوندريز؟ هي دي الباوندريز بتاعها، بصوا اللي انا ماشي عليها اهي، او بصوا اهو اطار الفريم، يعني هي دي الباوندريز بتاعتي، حدود الشكل بتاعي. تمام، طيب
الفراغات دي بقى انا هعرف منين؟ بكل بساطة، هي دي الجاب. جاب ليست، يعني انا هجيب مجموعة الجابس واحطهم مع بعضهم. تمام، نيجي مثلا نمثلها في مسألة. بصوا مثلا هي، او يعني هي دي مسألة المحاضرة اصلا، مش جايبها من عندي يعني، بس عشان ايه نفهمها ويبقى الشرح كله فيها. هاجي هنا عندي مثلا واحد وواحد وواحد واثنين، بعدين واحد وسبعة، لا سوري 17، بعدين واحد 18، وبعدين واحد 30، وبعدين واحد و 31، and finally 41. حلوة كده، حلو جميل زي الفل. ادي ايه، دي مسألتي. تمام، انا عايزة بس ابعد الحاجة دوت. دي المسألة بتاعتي. تمام كده. انا بقى عايزة افهم يعني ايه جابس، عايزة اجيب الجابس. دلوقتي انا هنا ماشية هشوف تتالي النقط، أو سوري مش تتالي، توالي النقط. انا هنا واحد واحد، بعديها واحد اتنين، بعديها واحد 17. ايه ده، نطيت من 2 ل 17. شكرا، ادي اول جاب عندي. تمام، بعدين واحد وسبعة، واحد 17، بعديها واحد و18. تمام، بعدين هوب من 1 ل 30. ايه ده، نطيت من 18 ل 30. ادي تاني جاب. بعدين من 30 31، هوب بقيت في 40. ادي تالت جاب، شايفين؟ طيب كده عندي 3 جابس. عندي يا اما اود جاب يا اما ايفن جاب. اود جاب يبقى ههتم بالارقام الفردية، ايفن جاب يعني ههتم بالارقام ايه، الزوجية. تمام، همشيها ازاي؟ احنا الدكتور شرح مين الاود جاب، يعني ههتم. بصوا انا مش فاكرة هي جاب كده ولا كده، بس انا ايه هعملها كده وخلاص. او هي كده جاب، صح. اود جاب يعني انا همشي 1 3 5 7 and so on. تمام، همشيهم ازاي بقى؟ بصوا كده ركزوا، فل نو فل فل and so on. يعني الواحد فل، التلاتة نو فل، الخمسة فل كده and so on. تمام، او يعني فككم من 1 3 و5 والكلام دوت. بصوا ممكن نعملها ازاي عشان انا مش عايزة اتوهكم، بس والله على قد ما اقدر. القد هما الفل بس كده، وال even نوفل ده في حالة مين؟ ال odd gap. او نمشيها واحدة واحدة زي ما احنا قلناها هنا، فل نوفل فل نوفل، عشان لو حد نسي يعني الفرق ما بين ال odd وال even. خلاص، حلوة اوي لحد كده. معنى الكلام اللي انتي بتقوليه دوت ايه؟ ان دي، ثانية واحدة، ان دي فل ودي نو فل. اه ايه اللي انتي بتقوليه دوت؟ بصوا كده هنا، دي فل بعدين نو فل بعدين فل بعدين نو فل كده. هو يعني قال يعني انا بفهم الكمبيوتر ايه اللي عندك فاضي وايه اللي عندك هترسم فيه. طيب لو قلنا جاب واحد، مش دي لازم يبقى ليها بداية ونهاية؟ طيب يبقى مين بدايتها ونهايتها؟ بصوا كده، هنا واحد واثنين وبعدين واحد و17. ايه ده الكلام ده؟ يبقى كده عندي بدايتها هي اول نقطة بعد دي، صح؟ يبقى كام؟
تلاتة، ونهايتها أول نقطة قبل دي اللي هي أول نقطة بعد الحدود وآخر نقطة قبل الحدود، يبقى هنا كام؟ 16. طيب سي مثلا جاب تو، البيجن اللي هي البداية بتاعتها كام؟ أول نقطة هنا بعديها يبقى 19، وتاني ويعني آخر نقطة اللي هي اللي قبل دي يبقى كام؟ 29، وهكذا. يبقى جاب 3، اللي بعديها يعني 32، ودي اللي قبليها يعني 39. يبقى ادي كده ايه شرح الجاب ليست ومش عارف ايه. ممكن برضو يجيب لي ايه الحلوة الجميلة دي؟ معنى كده ان دي ليها كود؟ اه. هجاب منين؟ تجيبوه من المحاضرة، لاني لا افقه شيء في كود ولا هعرف كود. نقطة أخيرة بقى في موضوع الباوندري بيست. باوندري بيست يعني حدود، صح؟ طيب لو انت عايز تحافظ على الحدود هتعمل ايه؟ هترسم كده، ده هيبقى فاضي ودوت بس اللي هيبقى الحدود بتاعي. في الحالة دي هستخدم انا مين؟ اللي قالها يعني او فكر فيها اقول له شاطر مقدما، اللي هي الجاب ليست. لكن لو انا مثلا هعمل كده وامليه، هو انا مش لما بمليه او بس بلاش بقى عك كي جي وان اللي احنا بنعمله ده، بصوا مثلا اهو سوليد كولر يا عم عايزين نمليك، انا مش عارفه ما عملش في اللي ما يلا يا عم خلاص يعني ما علينا. بصوا يا جماعه ان احنا ايه هنلون عم الحاج ده، بصوا هنلونه 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 هنلونه، بصوا كده المنظر ده. انا لونته، هو طبعا يعني انا عارفه الشياكه والاناقه اللي انا بعملها دي، بس يعني ايه عشان انا عايزه افهم بس الفكره اللي انا قصدي عليها. انا لونته كده، انت عارف فين حدوده؟ لا. افرض كل دي حمراء، انت كده هتعرف تجيب حدوده؟ لا. انما هنا انت هتعرف تجيب حدوده. معنى كده ان احنا هنا نستخدم مين؟ ثواني ارجع بس دي، احنا هنا نستخدم اللي هو الميني والماكس. الميني والماكس دي طريقة الكود بتاعة مين؟ بتاعة الباوندري بيز اللي احنا قلنا عليها فوق، اللي هي الكولوم فيل والروفيل.